في عرض اليوم درو ماكنتاير يزيد الألم على سيث رولينز. But it's time for Drew McIntyre to take it from here. Oh no! شفنا نزال تاك تيمز مجنون. جاي أوسو يبغي لقب الانتركونتيننتال. كودي رودز يفوز ودرو يرجع من جديد. نبدأ مع سيث رولينز في الحلبة ونشوف كيف بيرد على رومان رينز. المسكين مصاب وموجود كل أسبوع. تحية له. يتكلم عن سماك داون والجمهور عمل بوز وشجعوا كودي. قال يتفق معاهم نعم ويبغي كودي اليوم. وصل الكابوس الأمريكي مع What You Wanna Talk About. الجمهور قال روكي سوكس. وسيث استغرب. كان أسبوع مليء بالأحداث. فاهم شعورك بس جاوبني اليوم. الأسبوع الماضي قلت لك هذا أكبر لقب في الاتحاد. ونفس الوقت يحتاج المباراة مثله. لازم يعرف أن الأفضل بمنافسة الأفضل. يعني بتنافسني برسلمانيا ولا كيف؟ ودرو ماكنتاير يظهر هني. قال كيف تخربون الموضوع؟ سيث أنت تكره بانك مثلي أنا. فالمفروض تنافسني بعد ما دمرته. حتى عمل تي شيرت للموضوع مع صورة درو عند تابوت مكتوب على البداية ووفاة بانك في سنة 2024. كمان جميلة كانت. كودي خلص القصة. لا تزعلني أنا جمهورك ولا أبوك. لا تكون وقح حتى لو ما اختارني عبالك بنافسك أنت. دام فزت عليك مرتين هذا فاز عليك ثلاث مرات وأنا خسرت بسبب التدخلات. مش فيك؟ وفوق هذا ما حد يبغي ينافس رومان لأن يعرفون النتيجة. تدري عائلته يتدخلون إيه في كل مباراة. أنا عندي رأي. لا 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 كودي ما خلصت. سيث في الفترة هذه قدم شغل جميل والآن دوري أمسك زمام الأمور. أعطاه هيدبت وكودي ينقذ السيجمنت. جميل جدا بسبب درو ماكنتاير وشخصيته الخرافية. يعرف كيف يلعب براس الكل. يلوم غيره بس. ونوعا ما تكلم عن قصة كودي. زين علم الإدارة حبي يمكن يسمعون كلامك. وقلتها قبل المفروض ينافس سيث في راسلمانيا. حتى رولينز وضح السبب ليش يبغي كودي. عجبوني الشباب لأن تكلموا عن واقع واللي يدور في راس الجمهور. برجع له بعد شوي. والآن رباعية التاك تيمز النيو داي دي آي واي كريد بروز وإمبيريوم. الفائز بينافس بيت دان وتايلر بيت في سماك داون لتحديد المصنف الأول على ألقاب التاك تيمز في إليمينيشن تشامبر. شفنا تشامبا وجوني ينافسون ضد الجاجمنت داي فنحتاج فريق جديد. تمنيت الكريد بروز يفوزون اليوم على الأقل يأخذون فرصة لأن أتوقع يخسرون ضد بوتش بيت وبيت. بعد عودة كوفي كينغستون من الإصابة قدم مستوى جميل في مباريات فردية. حتى كزيفير وودز شفنا توبي سوسيدة من جوني وسنتون من فوق الجبال. اير ريد كراش من تشامبا جنون يا شباب. تاور اوف دوم كلها لحوم وفيمسر نفس فخذ الأب. دبل بيلي تو بيلي سوبلكس هذا قوي عن يومه. وكرة بروتس الملتهبة على الكل لأن أجمل أوقاته يوم يمارس المصارعة مع الدبل تيم وميت ان ذا ميدل. دي اي واي يفوزون. في النهاية جوني نسى أن تشامبا هو الشخص القانوني بس عدلها الحبيب. مع الأسف الكريد بروز ما فازوا اليوم ولكن دوم بيت تو بيت بيفوزون. أشوفه إيجابي يعني بنشوف مباراة جميلة في سماك داون. حلوين حلوين. بيكي لينش فازت على شينا بيزلر في نزال جيد وتأهلت لمباراة إليمينيشن تشامبر. حتى ليف مورغان التابع من وراء الكواليس. كاثي سألتها عن مباراتها الأسبوع القادم مع زوي ستارك والفايزة بينهن بيتأهلون لإليمينيشن تشامبر. ليف قالت هي تحترمها بس بتفوز لأنها بتنتقم من ريا ريبلي. شوفوا ليف تعجبني بأسلوبها والكاركتر حتى شغلها في الحلبة. بس بيكي المفروض تنافس ريا ريبلي في راسلمانيا من وجهة نظري. آدم بيرس معصب على درو لأنه هاجم سيث رولينز المصاب وغرمه. شاف ريا ريبلي تدخل الحلبة ودرو قال روح دور شغلك. ما يستحي. مامي تقول نعم بيكي تأهلت اليوم بس تبغي نايا جاكس الآن وما يهمها حد. آدم بيرس وقفها يقول بتنافسين نايا في إليمينيشن تشامبر. وظهرت البنت ريا تهاجم ودخلت في الحبيب. السكيورتي مسكوا مامي ونايا تغسلها حتى هاجمت الشباب. اي وتكمل مع البانزاي دروب. سيجمنت جميل فعلا خير الكلام ما قل ودل. عطني اكشن والجزء هذا ما نشوفه مع السيدات. نفذوه باحلى صوره. نعم حمسوني شوي للمباراه في استراليا. ارفع لهم القبعه. غير هذا ريا الغجريه مبدعه واتمنى تكمل بنفس الطريقه بعد البيبر فيو في البناء ضد بيكي لينش لراسلمانيا. مايكل كول قال مع ظهور ذا روك في سماك داون مباراته مع رومان رينز مش رسميه ولازم نتابع مؤتمر الصحفي. بيكون يوم الخميس الساعه 7 ايسترن اعتقد الساعه 3 الفجر بتوقيت مكه المكرمه اذا ما خاب ظني. فجر الجمعه بتوقيتنا.
بنشوف إذا فعلا ذا روك بينافس رومان، لأنه ما أعتقد يغيرون الخطة أبدا. وكودي ما جاوب اليوم، يعني شكله بيختار سيث. يعني إيش أقول، بتكلم عنه أكثر في المين إيفنت. بعدين توزاوا ماكسين ضد أيفار وفالهالا، شفنا بوتشات على كيفكم من ماكسين إيه في بداية النزال. يا أخي ليش تنافس؟ خلوها مانجر أفضل. والنهاية أقوى سلام في العالم من الحبل الثاني، فاز الفايمونغي. إيه عملوا سكيب يا شباب، ما يحتاج. آرتروث دخل عند الجاجمنت داي، وجيدي قال له أنت محظوظ لأن عندي مباراة الآن. يا عمي روح، شوفوا الأسبوع الماضي دخلت الفريق. لا ما انضميت، إيش فيك؟ ديميان كلمة يلا. إيه تروث، خذ راحتك في غرفتنا، هذا ما عرفنا جوه. يهاجمه في الحلبة بس ورا الكواليس مستانس معه. وتروث شاف صندوق فيه تيشرتات، أكيد في بلوة بباله. نعم، جيدي ضد دمز، اشتغل شوي ولا آرتروث موجود يوزع تيشرتات على الجمهور. على الأقل بيع واستفيد قلبي، لا توزعهم ببلاش. ذمز هاجم دوم وآر تروث لبس التيشيرت، وزوج ماريس يشوته مونسولت من جي دي، يقول له تعال عندي فلوسك. هذاك استانس وحصل سكول كراشن فنالي، طار الفلوس كان الرين ميكر. والمز يفوز، يعني مباراة كوميدية، بس تروث يحب الفريق لأنه جمع الفلوس. عجبني اليوم، دام مش موجود في المين إيفنت أنا راضي، بس حسافة جي دي يا عمي يخسر كل أسبوع، خلي ياخذ فرص ويبين موهبته لأنه شغله جميل. بس شو نقول، إمبيريوم مع آدم بيرس قالوا احتفال جونثر لازم يكون من عالم آخر. وصل برون بريكر يقول له اللي تبي موجود، عندي أحلى الأكلات المشروبات حتى المباريات، نيك ألدس ولا يحلم يعطيك عرض نفسه. بس انتهى السيجمنت وما سمعنا جوابه، بيختار رو سماك داون ما ندري. وتعرفون برون فاز على جونثر في NXT، ونقدر نرجع للقصة هذه مرة ثانية، وما عندي مانع يفوز عليه وياخذ منه اللقب. يعجبني كثير في الحلبة، وجونثر المفروض ينافس على لقب عالمي. شفنا فيديو لسي ام بانك يتعالج بعد العملية، واتمنى يرجع قريبا. يقولون الفترة بتكون ما بين 6 إلى 8 أشهر، في احتمال يكون اقل، بس لو قدر اتمنى يشارك في سمر سلام. جونثر يحتفل بمرور 600 يوم كبطل الانتركونتيننتال، اقول لودفيك شكرا على الاحتفال، بس ما احتاجه لاني دمرت الكل وما حد يستاهل. ونشوف جاي اوسو، اقول جاي اخر مره شفتك فريتك من الرامبل، انا احتفل وانت تقل ادبك. لا مو قصدي شيء، بالعكس حدث جميل، وانت اطول واحد حمل اللقب هذا. اي وانت اكثر نجم انجز مع القاب التاك تيمز، وافضل شيء فيه بانك قدمت نص الشغل، وانا وصلت بدون مساعدات لانه ما يعتمد على عائله. فوق هذا تبغي تشتهر على ظهري؟ لا، بضربك اكثر من عائلتك كلهم، لدرجة بترجع لأيامك يوم الجمهور ما قدروا يفرقون بينك وبين أخوك. اليوم حلوة كانت. هاجموا الولد والنيو داي ينقذون، يعني عندنا منافس على لقب القارات كمستوى بنستمتع فيه، بس ما أعتقد يخسر اللقب. لو بنشوفه بتكون في راسلمانيا، تمنيت شاد جيبل ياخذه، بس لو رجع شيمس هم بتكون حلوة. وعندك برون بريكر هم موجود لو انضم مع ماندا نايت رو، فالمنافسين موجودين. واتمنى شيء واحد، على الاقل نشوف مباراة سلالم يا للقب القارات او الولايات. تذكرون قبل كنا نشوف المباراة هذه؟ نعم، في راسلمانيا يكون بين 6 أو 7 أشخاص، اللي استمتعنا فيه. يب، كابوكي ووريرز احتفظوا بالقاب التاك تيمز ضد بنات البارتي في نزال لا بأس، بس الجمهور ميت. سامي زين في لقاء مع جاكي تسأله عن وضعه مع درو ماكنتاير، ورد قدم سنة كبيرة في 2023، خصوصا مباراته مع رومان رينز كانت في مدينته بس ما قدر يفوز. وتريبل اتش قال له بعد المباراة لا تزعل، قدمت مستوى مجنون، انت روكي من الفيلم، لانه ما فاز في اول نزال ولكن رجع بعدين. يبغي يثبت نفسه للجمهور بعد ما امنوا فيه، وبيقدم الافضل لهم. كلام كبير من فخر العرب، نوعا ما حسيت يبغي ينافس على لقب قريبا، نفس ما قلت جونثر مشغول مع جاي اوسو، بس من كلامه تحس يبغي لقب عالمي او وزن ثقيل. فهل بينافس سيث قبل راسلمانيا او بينافس جونثر في عرض كبير؟ بتكون لحظه حلوه لو فاز. عجبني كلامه في اللقاء واتمنى ينجح قريبا. السنه الماضيه قدم من اجمل القصص مع البلود لاين وفاز بالقاب التاك تيمز في مانيا، بعدين خسروا الحبايب كيفن اونز راح سماك داون، الثاني عنده قصه مع لوغان بول، بس سامي ما نحس فيه ابدا. المين ايفنت مباراه حبل الثور بين كودي وشينسكي ناكامورا. مايكل كول اكد هذا نفس الحبل اللي استعمله ابوه داستي رودز في مبارياته القديمه، وانا اشوفهم مركزين على قصه كودي، يعني في امل يغيرون مباراه لقب الموحد في راسلمانيا. يمكن تكون ثلاثيه، ذا روك يكون حكم، او
يعلن راح يشارك في راسلمانيا 2025. بشكل عام أول مرة أشوف مشجعين الـ WWE يتحدون لمصلحة كودي. وحاب أقول شيء للناس اللي تقول والله أنتوا ضد روك، لا، نحن ضد الطريقة اللي دخل فيه في مباراة لقب الموحد. وقلت في فيديو الأخير تم عرفوا أنه بينافس رومان في راسلمانيا، ليش ما فاز بالرامبل أو يظهر في سيجمنت ويتحدى قبل البيبرفيو؟ اعمل أي شيء بس على الأقل لا تفوز كودي بالرامبل، يعني لك كذا طريقة لأي نجم ثاني يفوز بالرامبل. بس بنعرف الجواب ولسة المباريات في المؤتمر الصحفي. ايه يوم الخميس اللي ما يطلع يخيس. عادة نشوف دم في النوع هذا من المباريات، بس الـ WWE ما تحبه. وشفنا شيء مقارب بعدين. ديزاستر كيك من كودي وسوبلكس من حبل الثاني من شينسكي. كودي كتر. بعدين بيدجري ناس مدير التنفيذي اللي ما يعتبر تنفيذي الآن بعد ما ذروك تدخل في المواضيع. المهم ناكامورا تفل في عين كودي، مع ذلك السوبرمان جلبه لكروس رودز. وين ايام كيجي موتو يوم التفله كانت قاضيه يا شباب وما حد يقوم منه؟ سحب الحبل في كنز المدينه وكروس رودز للفوز. مباراه حلوه وشيء مختلف نشوفه في عرض اسبوعي، بس ماكنتاير يهاجم ويخلص بكليمور مره ثانيه مع التيشيرت اللي اتوقع يبيع بشكل كبير في الايام القادمه. صدقوني بتشوفونه في كل مكان في الفترة هذه، لأن قبل راسلمانيا أتوقع كودي بيقدم عداوة مع درو ماكنتاير، وشكل درو بيخسر ضده. إيه مع الأسف أشوفه من أجمل الشخصيات في الـ WWE ومقدم شغل جبار في البروموز وحتى في الحلبة. متفائل لمؤتمر الصحفي يوم الخميس أو الجمعة بتوقيتنا، وبنشوف الوضع. عرض اليوم إيجابي، حبيت السيجمنت بين درو سيث وكودي رودز، رباعية التاك تيمز جميلة جدا يا شباب، روحوا شوفوه. الباقي أرتروث ضحكنا، وجاي أوسو تحدى جونثر في شيء بينهم، والمين إيفنت جميل. الأسبوع القادم بنشوف النيو داي مع جاي أوسو ضد إمبيريوم، جي دي مكدونا ضد أرتروث، ليف مورغان ضد زوي ستارك لتحديد المنافسة في إليمينيشن تشامبر. من استمتعت في حلقة اليوم، الله يحفظكم وبشوفكم في فيديو القادم. شكرا لكم جزيلا على المتابعة والدعم المستمر. لايك وسبسكرايب لا تنسون. دائما أبدا بينكم ون.